امس شفنا اعلان جديد لطور المالتي بلاير بكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور او الحرب البارده، وبنهايه الاعلان 10 ثواني تقريبا شفنا مقتطفات من الزومبي. فهالعشر ثواني حللتها بفيديو مدتها 20 دقيقه تقريبا. الفيديو فقط 10 ثواني حللتها ب 20 دقيقه لانه تعرفوا الزومبي مليان الغاز، حتى الاعلان نفسه العشر ثواني مليان كان صور والغاز ما بتشوفها الا اذا بطأت الفيديو ووقفت كل ثانيه بتلاقي فيه صور خافينها. فالصور هي كلها طلعتها بالفيديو وحللناها مع بعض، في فيديو جدا خرافي اذا كنت من محبين الزومبي. فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب اشكر نانو ليف وجي كي جيمز على ارسالهم اضويه النانو ليف الخرافيه اللي شايفينها قدامكم حاليا، اللي راح تحسن السيت اب عندي بشكل جدا كبير وراح استعرضها قدامكم حاليا بشكل جدا سريع. اضويه النانو ليف حاليا صارت شيء شبه رئيسي باي غرفه جيمنج، باي سيت اب جيمنج بتشوفه على اليوتيوب او على الانستغرام بتلاقي فيه اضويه النانو ليف، ولانها جدا خرافيه وتخلي منظر السيت اب جدا جميل. ما انتم شايفين حاليا عم بورجيكم محتويات البوكس بشكل جدا سريع، تركيبها جدا سهل وكل شيء بيجي بالبوكس حتى اللزق اللي اتلزق على الحيط بيجي معك بالبوكس. ما انتم شايفين حاليا ركبت الأضوية بشكلها جدا جميل، طبعا انا ركبتها بهالشكل بس فينك تركبها باي شكل تختاره، لانه هي بكل بساطه عباره عن مثلثات فينك تحطها باي شكل بدك اياه. لسه ما حطيتها بغرفتي، ما حطيتها على الحيط لاني ابي اغير سيت اب، وبس ارتب السيت اب راح احطها بشكل مرتب بغير هالشكل شايفينه قدامكم حاليا. وشيء الحلو بالأضوية انه فيها زر على اليمين كل ما تضغطه بتغير شكل الأضوية، او فينك تحمل البرنامج على الموبايل ويخليك تتحكم فيها على راحتك. في ثيمات جاهزة من الشركة مسويتها فينك تطبقها على طول، في ثيمات ناس مسوينها فينك انت تسوي ثيم او انت تغير الالوان على راحتك، تغير لون مثلث مثلث، فينك تخلي الاضوية كلها تتحرك بشكل معين تصممها على كيفك، او فينك تخلي الاضوية تتحرك مع الموسيقى، شيء جدا رهيب. فاذا تبي تعرف معلومات اكثر عن الاضوية وتبي رابط الشراء من موقع جي كي شيك اول لينك موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اخيرا شفنا شيء عن الزومبي لكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور او الحرب البارده. مثل ما توقعت بنهايه اعلان المالتي بلاير نشوف شيء بسيط عن الزومبي، وهذا فعليا اللي شفناه. طبعا اذا ما شفت اعلان المالتي بلاير وما شفت اعلان الزومبي وتبي تشوف الاعلانات مع رده فعلي عليهم، فشيك ثاني لينك موجود بالوصف راح تلاقي الاعلان مع رده فعلي عليه، وبعدين ارجع وشوف الفيديو. طيب اول شيء بنستنتج من الاعلان انه قصه الايثر رجعت، او على الاقل عالم الايثر، القصه راح تكون بعالم الايثر بس مو شرط تكون نفس القصه اللي بنعرفها، وبعد شوي راح اتكلم اكثر عن هالموضوع. اول شيء بنسمعه باعلان او مقتطفات الزومبي هو موسيقى بيرك الجاكرناك. فاخيرا فينا نتاكد 100% انه راح نشوف بيرك الجاكرناك وراح نشوف نظام البركات القديم. خلاص نظام البركات اللي شفناه ببلاك اوبس 4 مع السلامه، راح نشوف نظام البركات القديم 100%، مو لانه فقط سمعنا الجاكرناك، لان الشركه شافوا قديش الناس كرهوا نظام البركات ببلاك اوبس 4. معظم الناس ادري بعض الناس حبوا النظام بس اغلب الناس كرهوه ويحبوا النظام القديم الكلاسيكي اللي متعودين عليه. ونعرف انه النظام الجديد ما فيه بيرك الجاكر، تبدا معك هيلث والهيلث تبعك تقريبا يعطيك جاكر، بينما سمعنا هون موسيقى الجاكر فشبه متاكدين انه نظام البركات القديم رجع، فرجوع بيرك الجاكر. طيب يا شباب البركات القديمه هذا اكبر دليل انه اللعبه راح تكون بعالم الايثر، مو شرط قصه الايثر اللي نعرفها بس راح تكون بعالم الايثر، لانه اللي متابع قصص الزومبي والشرح راح تعرف انه البركات هي مو فقط بركات شغل اي كلام، لا البركات لها علاقه بالقصه، ومستحيل البركات تكون موجوده بعالم او قصه غير الايثر، لانه مثل ما قلت لكم لها علاقه بالقصه البركات. ثاني دليل انه قصه الايثر راح ترجع هو المونكي بوم. المونكي بوم مثل ما بنعرف من قصه الزومبي انه ركتوفن هو اللي سوى المونكي بوم، وحتى راس المونكي بوم الطاقيه الزرقاء اللي لابسها مكتوب عليها 935 اللي هي المجموعه النازيه اللي كان فيها ركتوفن ودكتور ماكسس. فيعني صراحه بالاعلان ما ورجونا، يعني قبل ما المونكي يلف علينا ونشوف هل فعلا مكتوب 935 او لا راح قطعوا اللقطه، بس المونكي نفس شكله بالضبط ونفس الطاقيه، فاظن راح نشوف مكتوب على راسه 935، وهذا دليل ثاني انه اللعبه بعالم الايثر. غير هيك مسدس البدايه اللي هو M1 1911، هالمسدس كان موجود تقريبا ب 90% من كل مابات قصه الايثر، على ما اظن كل مابات وورد ارت وور وكل مابات بلاك اوبس 1 وحتى بلاك اوبس 2. بلاك اوبس 3 جابوا مسدس جديد بس بعدين لما نزلوا الحزمه الخامسه رجعوا المسدس مثل ما هو، فاي هذا كمان دليل انه اللعبه بعالم وقصه الايثر، ما هو دليل كبير نفس اول دليلين بس يعني نوعا ما تلميح. غير هيك شكل الزومبي نفسه، شكل الزومبي نفسه جدا شبيه بالزومبيز اللي ببلاك اوبس 1 وورد ارت وور، بالذات كينو ديرتوتن ديريس جدا شبيه شكله بالزومبي هناك. طبعا
عن هون أوضح بكتير وفي تفاصيل أكثر، بس الشكل العام جدا شبيه فيه. وغير هيك عيون الزومبي، عيون الزومبي أورانجية. أدري ممكن ما لها علاقة بهالقصة لأنه خلاص سامانثا وريكتوفن والتحكم بالزومبي هالكلام كله خلص، وهي عالم جديد أو قصة جديدة بعالم الإيثر. بس يعني نحن أول لون شفناه لعيون الزومبي كان أورانج، واستمر أورانج لفترة طويلة جدا لحديت بلاك أوبس 2 لصار أزرق، وحتى ببلاك أوبس 2 لما تحل لغز شيء معين يرجع أورانج مرة تانية. فمعظم مابات الزومبي شفناها بلون أورانج أو برتقالي لعيون الزومبي، وهون شفنا لون عيون الزومبي كمان أورانج. وآخر وأكبر دليل إنه اللعبة راح تكون بعالم الإيثر هو هالصورة شايفينها قدامكم. هذا الدرج أظن جدا واضح، ومعظم الناس على تويتر وريديت كلهم عم بيقولوا إنه هاي المنطقة هي من ماب ناخذ ديران توتن، وفعليا هاي من ماب ناخذ ديران توتن. طبعا ناخذ ديران توتن هو أول ماب بتاريخ الزومبي ناخذ ديران توتن، وبعدين شفناه ببلاك أوبس 1 رجعوا ريماستر، شفناه ببلاك أوبس 2 كجزء من ماب ترانزيت، وهالنقطة مهمة إنه جزء من ماب ترانزيت رح نرجع لها بعد شوي. بعدين شفناه على ما أظن ببلاك أوبس 3 كمان ريماستر، وشفناه بريفيليشن ببلاك أوبس 3. فناخذ ديران توتن أكثر ماب زومبي شفناه بجميع ألعاب بلاك أوبس ما عدا بلاك أوبس 4 على ما أظن. طيب فكل هالدلائل اللي شفتوها من شوي بدلنا إنه اللعبة رح تكون بعالم الإيثر. طيب وين رح تكون بالضبط؟ شو محلها من الأعراب؟ نعرف إنه خلاص يعني قصة الإيثر انتهت بداك ديران توتن. طبعا بنهاية بلاك أوبس 4 الشركة عملوا كيو إن إيه اللي هو أسئلة وأجوبة مع مطورين اللعبة. واحد الأشخاص سأل كاتب قصص الزومبي اللي اسمه كريغ هيوستن، سأله إنه هل فعلا قصة الإيثر انتهت للأبد؟ فرد عليه إنه بالنسبة لبريمس ألتيمس وفيكتس اللي هم الشخصيات ريكتوفن تاكي ونيكولاي ديمسي الكبار والصغار، وفيكتس اللي هم شخصيات ترانزيت، فهي النهاية بالنسبة لهم، خلاص ما راح أشوفهم مرة تانية للأبد للأسف. بس حكى إنه قصة عالم الإيثر لسه موجودة. اللي حكاه بالضبط إنه مع وجود العوالم المتوازية والأبعاد الزمنية الأخرى، فدائما في مكان بالإيثر موجود. فيعني أظن هذا اللي راح نشوفه، يعني راح نلعب حاليا هو من أحد العوالم أو الأبعاد الزمنية اللي موجودة بعالم الإيثر. أدري بنهاية بلاك أوبس 4 تاك ديران توتن سكرنا كل العوالم وخلاص سكرنا كل الأبعاد الزمنية، صراحة ما أدري إنه كيف لسه في عوالم أخرى مع إنه سكرنا كل العوالم والأبعاد الزمنية بنهاية قصة الزومبي ببلاك أوبس 4. فنستنى ونشوف. طيب قبل لا نروح للتحليل المدقق للشخصيات، بس ابي اورجيكم منيو الزومبي. منيو الزومبي من برا مثل ما شايفينه حاليا، بعض اليوتيوبر وصلتهم نسخه للعبه ليجربوا المالتي بلاير. فاليوتيوبر نوح اللي هو يوتيوبر زومبي ورجعنا منيو الزومبي مثل ما شايفينه قدامكم حاليا من برا. بعض الناس على موقع ريدت قالوا انه صوره الزومبي اللي موجوده على الخلفيه جدا يشبه سواق باص ترانزيت. فترانزيت مهمه راح اتكلم عنها بعد شوي، بس ترانزيت لها علاقه بهالماب. فاي مثل ما شايفين حتى انا صراحه شايف انه الزومبي شكله نوعا ما شبيه بسواق باص ترانزيت. اتمنى تكتبوا بالكومنت هل تشوفوا هالشيء معي او لا. قبل أن نتكلم عن القصه والشخصيات اللي شفناها، خلينا نتكلم عن هالصوره. تكلمتني شوي انه هالصوره مبين انه من ناخذ ديران توتن، بس الشيء المؤكد انه ما هي من اي ناخذ ديران توتن شفناها قبل هيك. طبعا اول شيء اللي بياكد لنا انه هاي ناخذ ديران توتن هو الصوفه اللي فوق مثل ما شايفينها، او الكنباي اللي موجوده بناخذ ديران توتن. غير هيك فوق في مثل بايب بسيط، هالبايب كمان كان موجود بناخذ ديران توتن، فيعني صعبه تكون هالصدفتين موجوده بشكل عشوائي. فممكن هاي ناخذ ديران توتن بس بالمستقبل نعرف ناخذ ديران توتن. شرحت شو مكانها بالقصة، كانت تقريبا قبل بداية معظم الأحداث ناخذ ديران توتن، حتى ما كان فيها الشخصيات الأربعة، كان فيها أربع شخصيات عشوائية. فممكن هي ناخذ ديران توتن بالمستقبل بس مو المستقبل البعيد، يعني هي ناخذ ديران توتن أظن الوقت تبعها كان بالأربعينات أو بالخمسينات، وصراحة الناس متى بالضبط، بس بهالحدود تقريبا على وقت الحرب العالمية الثانية. وناخذ ديران توتن اللي شفناها بماب ترانزيت كانت عام 2025، فأظن هي ناخذ نص مو بالمستقبل نفس ترانزيت 2025، ولا بالماضي مرة اللي هو عام 2040. أظن راح تكون بالحرب الباردة بالكولد وور اللي هي بالثمانينات 1980 تقريبا. ممكن حد يقول طب كيف هي ناخذ ديران توتن بالمستقبل وقبل ترانزيت، وبترانزيت ما نشوف في أي رسومات على الحيط بينما هون في رسومات على الحيط؟ طبعا أعيد وأؤكد إنه هذا عالم ثاني أو يونيفرس ثاني أو بعد ثاني، فعادي يكون فيه أشياء مختلفة، أكيد ما راح يكون نفس البعد أو عالم ترانزيت. بس ممكن الماب فعليا اللي عم نشوفه هو ماب ترانزيت ري ايماجن، انه ترانزيت بس بشكل تاني، لانه بعد شوي في محطة كهرباء راح اتكلم عنها بعد شوي، كمان الناس متوقعين انه هي من ترانزيت. وكمان تلميح مكتوب على الدرج من تحت وورد نوت ماي تاون،
طبعا الجملة غبية حتى لو أترجمها للعربي، عالم ولكن ليس مدينتي، ما لها تفسير. بس كلمة تاون، كلمة تاون موجودة، وتاون تعتبر أهم منطقة بماب ترانزيت، فإن إيستر إيج أو تلميح نوعا ما. وغير هيك عنا هالسهم اللي مطلع لون الدارك ماتر مثل ما شايفينه، اللي لونه نفس لون الدارك ماتر أو البنفسجي، جدا خرافي. طبعا هالأسهم متعودين عليها دائما بأي ماب زومبي، إنه هالأسهم بتدلنا على مكان الكهرباء، بس ولا مرة كان عندنا لون السهم بهالشكل مضوي ومطلع منه ألوان. فكمان هي تلميح إنه اللعبة بعالم أو يونيفرس تاني، فمشان هيك الأسهم في شكلها غير الأسهم المتعودين عليها. بعدين بنشوف هالمنطقة الثانية اللي عبارة عن جهاز موصل فيه كتير كيبلات، مبين جهاز أظن الكهرباء أو تليبوتر، المهم إنه جهاز جدا ضخم. والناس عم بيقولوا إنه هالمنطقة هي من ماب ترانزيت، المنطقة اللي بتنزلها تحت الأرض. بس لو بتشوف راح تحس إيه فعليا، هي منطقة مثل منطقة دائرية وبالنص في مكان فاضي. طبعا بماب ترانزيت بالنص كان عنا الجهاز جنريتر كهرباء جدا كبير، بعدين بيطلع منه الأفاغادرو أو الزومبي الكهربائي اللي بعدين شفناه بألفا أوميجا، بينما هون بالنص فاضي، بالنص في منطقة فاضية. فممكن مثل ما قلت إنه هي ماب ترانزيت بس بالحرب الباردة، فبهالمنطقة لسه ما كان في الجهاز المتطور اللي شفناه بترانزيت عام 2025. اللي ما يدري أحداث ترانزيت ببلاك أوبس 2 عام 2025، فممكن لسه يعني بس أسلاك كهربائية، لسه بناء، إنه بداية بناء الجهاز اللي شفناه بعدين بالمستقبل. طيب لو مشغل الفيديو بشكل جدا بطيء راح نشوف بعض الشخصيات راح تطلع قدامنا لجزء من الثانية. أول شخصية هي شخصية البنت اللي شايفينها قدامكم حاليا. صراحة قصة الزومبي ما كان عنا شخصيات رئيسية بنات أبدا، كان في بس عنا ميستي كانت شبه شخصية أساسية بس مو نفس باقي الشخصيات، وعنا أظن بكول أوف ذا ديد كمان كان عنا شخصية بنت على ما أظن، بس هيك. في بقصة الفوضى سكارلت بس هي قصة منفصلة ما لها أي علاقة بالقصة الأساسية. فهون شكله راح يكون عنا شخصية بنت وراح تكون شخصية أساسية. طبعا شفت بعض الناس عم بيحكوا إنه بالقصة الكامبين تبع بلاك أوبس كولد وور، القصة الأساسية اللي ما لها علاقة بالزومبي، في شخصية بنت شفناها بالقصة، فممكن هي هي، مع إني صراحة ما أشوف في وجه شبه جدا كبير. فأي بس صراحة ما عنا أي معلومات تانية عن هالشخصية، ما شفناها قبل هيك وما في أي تلميحات عليها، بس إنه شخصية بنت. ممكن بعض الناس عم يقولوا هي سامانثا بعد ما كبرت، ما اظن هالشيء مستبعد الصراحه. بعدين عنا الشيء المجنون اللي هو هالشخصيه اللي شايفينه قدامكم حاليا يلي مغطي على عين واحده. هذا الشخص اسمه إيغريغوري ويفر. ويفر كان من احد الشخصيات بطول القصه او الكامبين ببلاك اوبس 1، بطول القصه اللي ما لها علاقه بالزومبي قاعدين نشوفه حاليا بالزومبي. هذا الشيء جدا جدا مجنون. طبعا هذا الشخص بطول القصه بيفقد احد عيونه باحد المهمات، بنكون من نروح نساعده، كنا نلعب بشخصية سارجنت فرانكوود. فقبل ما نروح وقبل نوصل له احد الاشخاص بيحط سكينة في عينه وبيضل بعين واحدة. فحاليا عم نشوف انه طور القصة تبع بلاك اوبس، البلاك اوبس 1 بالذات، مرتبط بقصة الزومبي. هذا شيء جدا مجنون. طبعا دائما بطور القصة والزومبي بالذات بورد اتوار وبلاك اوبس 1 بنشوف تلميحات على طور القصة، بنشوف بعض التلميحات البسيطة جدا انه قصة الزومبي مرتبطة بطور القصة. اهم التلميحات هاي اللي هو ماب 5 بلاك اوبس 1، بنشوف رؤساء امريكا وكذا قاعدين بغرفه وبتكون بعد نهايه قصه بلاك اوبس 1، بعدين بنشوف دخل عليهم زومبي وصار اللعب كله زومبي. فهذا تلميح جدا قوي انه في ارتباط بين القصتين ولكن بشكل جدا بسيط. وغير هيك في مهمه بكول اوف ديوتي وورد ات وور اللي هي قبل بلاك اوبس 1، بنشوف فيها شخص من بعيد كانه ريكتوفن، بيشبه لانه لابس اواعي جدا شبيهه باواعي ريكتوفن. غير هيك مابات الزومبي دائما تكون بنفس حقبه الستوري تبع الكامبين نوعا ما. بكول اوف ديوتي وورد ات وور شفنا مابات نفس شينونوما وناخدر انتوتن وديريس وكانوا اوفركت وكانوا كمان بنفس الوقت تبع قصه وورد ات وور. بلاك اوبس 1 شفنا كينو دير توتن وبعدين اسنشن وكذا، كمان كانوا بنفس وقت قصه بلاك اوبس 1 ما عدا ماب مون كان بالمستقبل. بعدين بلاك اوبس 2، بلاك اوبس 2 ماب ترانزيت ونيوك تاون زومبي كانوا بعام 2025 لعام 2030، وقصه او الكامبين تبع بلاك اوبس 2 كان عام 2025. فدائما في علاقه جدا بسيطه ومتباعده بين القصتين، واظن حاليا بكولد وور راح نشوف شو هالعلاقه وراح تزداد بشكل جدا كبير. غير هيك شخصيه ويفر ما شفناها بعد بلاك اوبس 1 ابدا، يعني معظم الشخصيات اللي شفناهم ببلاك اوبس 1 رجعنا شفناهم ببلاك اوبس 2،
وغير هيك في بعض الشخصيات اللي ما شفناهم ببلاك اوبس 2 شفناهم باعلان القصة لبلاك اوبس كولد وور. ويفر ما شفناه لا هناك ولا هون، فيعني ها إله علاقة نوعا ما بالزومبي، راح على بعد او عالم ثاني لو عالم الزومبي او شلنا الكلام. باحد المهمات ببلاك اوبس 1 شخصية ويفر بيكون عم بيعذب احد الاشخاص لياخد معلومات عنه، واحد الاشخاص هاد اللي عم بيعذبه ما اقدر احط الفيديو لانه حطيته بالبث والبث كله حطوا لي انه ديمونتايز وغير لائق للاعلانات لانه المقطع كان نوعا ما عنيف. بس هذا هو الشخص اللي شايفينه قدامكم اللي كان عم بيعذبه، وصورة من هالشخص موجودة كمان باعلان الزومبي. فين هالصورة جدا شبيهة، نفس مكان الراس، نفس شكل التم والعينين، فأظن هذا كمان دليل على شخصية ويفر، مو دليل على الشخص اللي قاعد يتعذب، لا على ويفر نفسه إنه إله علاقة بهالموضوع. وغير هيك ببلاك أوبس 1 في شخص بيحقق معنا وبيضل يحكي معنا دائما وبيكون هيك ورا بمثل إزاز، ما منشوف شكله لهالشخص، بس أظن أحد أشخاص حكالي إنه هذا الشخص هو ويفر وبعت لي هالسكرين شوت على تويتر. ماني متأكد هالكلام صحيح أو لا، أتمنى لو واحد لعب بلاك أوبس من جديد ومتذكر الأحداث يأكدنا في التعليقات. بس لو كان هذا الشخص فعليا هو ويفر فهذا شيء جدا مجنون، لأنه ببلاك أوبس 1 لما تكون بالمنيو وهذا الشخص واقف فوق وتروح على الزومبي راح تلاقي إنه هذا الشخص تحول لزومبي، هذا الشخص تحول لزومبي وقاعد يخبط على الازاز. فيعني كانه عم يلمحوا لنا من بلاك اوبس 1 انه ويفر له علاقه بالزومبي وراح نشوفه يوما ما بالزومبي اللي هو حاليا. غير هيك صوره البنت اللي شفتوها من شوي، بعض الناس على الموقع ردت على صفحه الزومبي عم بيحكوا انه كانه في صوره شخص فوقها، مو فوقها يعني فوق صوره البنت تيك اوفرلاي في صوره لشخص غامض او شيء من الكلام. فصراحه ما عندي فكره، قاعد اشوف نوعا ما هيك شيء بس حاولت ادقق واشوف ما طلعت بصوره جدا واضحه. فلو حدا منكم انتبه اي شيء اتمنى يخبرنا بالتعليقات. وفيها الصوره الغير مفهومه صراحة، فيها صورة جندي على اليمين، واضح انه جندي من الحرب العالمية الثانية او الاولى او الفيتنام شيء من الكلام، من ناحية الطاقية اللي لابسها مبين انه يعني جندي قديم مو جندي جديد. بس مكتوب قدامه كلمة A Project Show Station، طبعا كلمة A Project مكتوبة بحرف الكي، هي المفروض تكون بحرف السي، فأظن لما تكون مكتوبة بحرف الكي بتكون كلمة ألمانية، فإنه شغل النازيين والألمان وجروب 935 وهالكلام ممكن لسه يكون موجود بالقصة. طبعا تكلمت بكل شيء بالتفصيل الا على الزومبي نفسهم، تكلمنا من شوي عن الزومبي ولون عيونهم وشكلهم نفس بلاك اوبس 1 كينو ديرتوتن وكذا. بس الزومبي اللي واقفين تحت بعضهم لابسين اواعي علماء وبعضهم لابسين اواعي كانهم عمال، فكانهم بمثل مقر علمي او ابحاث او تابع للحكومه او شيء من الكلام، اللي هو كمان نفس ماب ترانزيت. فعليا ماب ترانزيت المكان اللي بنروح له تحت الارض كان فاسيليتي لمجموعه بروكن اروز اللي هي مثل منظمه سريه بالحكومه الامريكيه بتسوي تجارب الزومبي او شيء من الكلام. وغير هيك منظر الزومبي ووقفتهم جدا ذكرني منظرهم بمنظر World War 2 زومبي اللي هو الزومبي من تطوير سلج هامر، وحتى مسكة السلاح جدا شبيهة والمنظر بشكل عام والعتمة ب World War 2 زومبي. هذا الشيء اللي متخوف منه، World War 2 زومبي كان سيء وهنا عم نشوفه انه باشياء جدا بسيطة بيشبهه بشكل جدا كبير. فما ادري هل هالشيء فقط عشان الاعلان ولا لا، بس يعني ما اتمنى ابدا يكون شبيه ب World War 2 زومبي. بس اذا كان شبيه ب وور 2 زومبي من ناحيه الواقعيه والخوف فما عندي اي معنى، اذا يعني الايثر موجود واشياء خرافيه والبوكس والريجن هالاشياء، بس نظام الزومبي والخوف والعتمه نفس وورد وور 2 فما عندي اي مشكله. وصراحه هذا اللي شايفه عتمه ونوعا ما رعب. وغير هيك الشخصيه اللي عم نلعب فيها معه فلاش لايت او ضوء، فهذا بيدل انه الماب راح يكون معتم بشكل جدا كبير. اظن على بين ما نفتح الكهرباء راح يكون معتم، لما نفتح الكهرباء حنشوف الماب كله بشكل جدا واضح. هيك بنكون خلصنا من تحليل بالكامل. اخر شيء بس ابي اورجيكم تسريب من احد الاشخاص اللي اسمه توم هاندرسون، هذا مشهور بتسريباته ومعظمها تطلع صحيحه. فهذا الشخص حط تويت على تويتر مثل ما شايفينها قدامكم حاليا، كاتب اول شيء انه ناخدر انتوتن تم استعمالها من الروسيين ليعملوا نظام نووي او نيوكلير بروجرام، فاكد لنا انه اللي شفناه هو ناخدر انتوتن فعليا. بعدين قال انه الزومبي النازيين او النازي زومبي هربوا وهجموا على السايت، فالزومبي اللي بنشوفهم او الزومبي اللي رح نقتلهم رح يكونوا زومبي المانيين نازيين وزومبي روسيين يلي ماتوا من ورا الزومبي النازيين، فراح يكون ميكس زومبي روسيين والمانيين. بعدين كتب انه نيو كرو او مجموعه جديده، واظن هذا الشيء واضح. بعدين حكى انه اسلحه من الحرب العالميه الثانيه لسه موجوده بهالمقر، لانه هالمقر كان من الحرب العالميه الثانيه وبعدين صار محل
مهجور، فلما نروح ونلعب فيه رح نلاقي أسلحة قديمة من الحرب العالمية الثانية رح نلعب فيها بهالماب. بعدين كاتب آخر شيء إنه رح نبلش مع ضوء أو بيل لحديت ما نفتح الكهرباء وتفتح الماب بشكل كامل. هذا الكلام نسمعته آخر شيء كله تسريب، ممكن صح ممكن غلط، بس صراحة أشوفه جدا مقنع. في شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إذا وصلت لهاللحظة تجاوب على هالسؤال بالتعليقات. تجاوب هل ودك إني أنزل بكرة فيديو أشرح فيه المالتي بلاير وأختصر فيه كل شيء بالمالتي بلاير بعشر دقائق أو أقل؟ أتمنى تكتب بالتعليقات إذا يهمك تشوف فيديو أختصر فيه كل شيء قالوه على المالتي بلاير بكرة أو لا، عشان أعرف لو عدد جدا كبير منكم فعلا بده رح أحمل فيديو بكرة إن شاء الله. وأتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك والاشتراك في القناة، وبس كان معكم شركيال شركة كيش، كم ديها التاني إن شاء الله، مع السلامة.